التعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني الأستاذ ياسين التميمي. أهلا بكم أستاذ ياسين إلى هذه الجولة الإخبارية. هناك أنباء عن استعادة الجيش الوطني لمطار الحديدة في وقت مبكر من صباح اليوم، كيف تقيم هذه الخطوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. بالتأكيد هذه خطوة مهمة جدا في سياق معركة استعادة الحديدة، هذه المعركة الحاسمة والمصيرية في تاريخ المواجهات المسلحة في اليمن. بطبيعة الحال المعلومات التي رشحت الآن تؤكد أن القوات الحكومية وصلت إلى المطار وسيطرت على معظم أنحاء المطار، لكن السيطرة العسكرية الكاملة لا زالت أيضا غير محسومة حتى هذه اللحظة. هناك قصف كما ترد الأنباء من هناك، هناك قصف عشوائي تنفذه الميليشيا على القوات الحكومية التي سيطرت على أنحاء على أجزاء كبيرة من المطار. ولا تزال أمام القوات الحكومية بطبيعة الحال مهمة كبيرة لإحكام السيطرة الكاملة على هذا المطار وإنهاء تبعات الحرب ما في ذلك الألغام، لكن هو إنجاز في غاية الأهمية ويؤثر على مسار العمل العسكري في هذه المدينة، وهو يقدم إشارة قوية على أن الحديدة لم تعد محل طرح سياسي أو محل نقاش سياسي حول مصيرها. من الواضح أن العملية العسكرية الآن هي التي هي تحتل العنوان البارز في 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 هذه المنطقة. نعم، هل تعتقد بأن ميليشيا الحوثي من الممكن أن تستسلم بسهولة بعد فقدان مواقع استراتيجية من بين هذه المواقع مطار الحديدة؟ لن تستسلم ميليشيا الحوثي بسهولة، لأن المعركة في الحديدة هي تعطي انطباع حول طبيعة المعركة التي تنتظر القوات الحكومية في أكثر من مكان. الميليشيا لا زالت تسيطر على مناطق أساسية في شمال غرب البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء. الحوثيين لا يريدون أن يقدموا انطباعا سهلا عن أدائهم العسكري، لهذا سيقاتلون بشراسة حتى يتم دحرهم من هذه المدينة بالقوة العسكرية وليس بأي وسيلة أخرى. الحوثيون لا يكترثون بحياة المدنيين، هناك أنباء تتحدث عن احتلالهم أسطح المنازل سواء المأهولة بالسكان أو التي ليست مأهولة حتى هذه اللحظة، وهذا يعني أنهم مستعدون لخوض معركة طويلة الأمد في المدينة ورفع كلفة العملية العسكرية للتحالف القوات الحكومية في هذه المدينة. يريدون من خلال هذه العملية أن يضبطوا إيقاع العملية العسكرية القادمة التي ستستهدفهم، وقد تصل هذه المعارك إلى العاصمة صنعاء. الحوثيون ليس في قاموسهم ما يؤكد على أنهم يجنحون إلى السلام، سيقاتلون حتى تنفذ ذخيرتهم، والقصد من هذا كله هو رفع الكلفة المدنية والإنسانية لهذه المعركة بهدف الحصول على ربما ضغط دولي قد يجنب المناطق التي سيطرون عليها حرب مماثلة. إذن هم يقاتلون بكل إمكانية في هذه المدينة، وكما قلت لا يكترثون لعواقب هذه المعركة، لا يشعرون بالمسؤولية تجاه المدنيين، والمدنيين في وضع صعب جدا بمدينة الحديدة، مدينة ساحلية بدرجة حرارة مرتفعة جدا، وهناك معلومات مؤكدة تشير إلى أن أحياء اليوم تفتقد إلى المياه بسبب ضرب بعض امدادات المياه وهم يهيئون القنادق في وسط المدينه. نعم استاذ ياسين، يعني بالحديث عن ان الحوثيين لن يستسلموا بسهوله، هناك تسريبات عن وجود اعضاء وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني في الحديده لمساعده ميليشيا الحوثي، كيف تعلق على هذه التسريبات؟ هذه المعلومات لا تحتاج الى تسريبات، الحوثيون على صله مباشره بالايرانيين وبحزب الله، وخبراتهم القتالية تكونت على مدى الأيام على السنوات الماضية نتيجة وجود خبراء من الحرس الثوري ومن حزب الله أمدوهم بهذه الخبرات العسكرية، ولا تحتاج المسائل إلى تسريبات. إذا ما الدور الذي تقوم به ميليشيا حزب الله في الحديدة مع الحوثي؟ هي لا شك تقدم دعم لوجستي، تساعد في التخطيط، ربما تساعد أيضا في استخدام بعض الأسلحة النوعية التي لدى الميليشيا، دورها مهم. لكن أيضا لا يجب أن ننسى بأن الميليشيا أيضا خصوصا في هذه المعارك تعتمد على الاستبسال وعلى عدم الاكتراث، وهذه مهمة تجيدها عناصر الميليشيا لأنها تدفع دفعا إلى المعارك حتى تحترق بشكل كامل، وهذا هو أسلوب اعتمدته الميليشيا طيلة حروبها الماضية. يقاتلون حتى الموت، وهذه أحيانا هذا النوع من المعارك قد لا تحتاج إلى خبرات نوعية، لكن الإيرانيون وجماعة حزب الله يقدمون استشارات فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الأكثر تعقيدا. كيف برأيك سيكون رد الفعل الإيراني على خسران الحديدة؟
هي طبعا خسارة كبيرة بالنسبة لإيران ولميليشيا الحوثي. إيران ستصمد في نهاية المطاف، هذه خسارة استراتيجية ومعنوية كبيرة جدا، والرهان اليوم معقود على مدى جدية التحالف في مواصلة المعركة حتى استعادة العاصمة صنعاء، لأنه بدون استعادة العاصمة صنعاء وبدون تجريد الحوثيين من إمكانياتهم العسكرية ستبقى المشكلة قائمة في اليمن وخطر الحوثيين قائم في اليمن. ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.